أعلن أو قتل عنصران من قوات النظام وجرح آخرون باستهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة بالقرب من مدينة إنخل شمالية درعا. هذا وأفادت شبكة درعا 24 المحلية بأن السيارة المستهدفة هي سيارة إطعام تابعة للفرقة التاسعة في قوات النظام والتي تنتشر موقعها في المنطقة، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت استنفارا أمنيا لقوات النظام بعيد الحادثة. تقدم عناصر من قوات النظام بشكايات تتعلق بتعرضهم للقتل والإهانات المتكررة من قبل قوات قسد في مدينة منبج. هذا ونشر العناصر شكواهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صفحة الفساد في سوريا شكوى وصلتها من أحد عناصر النظام في المنطقة، أشار فيها إلى تعرض عناصر النظام للضرب والاعتداء المتكرر والمنع من التنقل من قبل قوات قسد. أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم أن الوزارة ستضع شاشة لعرض الأسعار وسيتم إحداث شعبة لها في سوق الهال بدمشق. جاء تصريح سالم خلال اجتماع عقد مع أعضاء لجنة سوق الهال، حيث أشار إلى أن هدف الشاشة ضبط التسعير اليومية ومنع التلاعب من قبل ضعاف النفوس على حد وصفه. هذا وقوبلت تصريحات سالم بموجة من التهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث المغردون والمعلقون على أن المشكلة تكمن في فساد دوريات التموين ورفع سعر المحروقات وليس في التسعير، متسائلين إن كانت تشغيل هذه الشاشة سيعتمد على الكهرباء المتكررة الانقطاع أم سيوضع لها بطارية خاصة. اشتكى مواطنون في مناطق ريف دمشق الغربية من الانتهاكات المتكررة بحقهم من قبل الأفرع الأمنية التابعة للنظام. هذا وقال مراسل موقع نداء بوست إن جهاز الأمن العسكري في بلدة راكية اعتقل شابا وصادر دراجته النارية ونقله إلى جهة مجهولة دون توجيه أي تهمة له. كما فرضت الميليشيات المحلية التابعة للفرقة الرابعة في منطقة بيتجن إتاوات مالية على المزارعين والعاملين في المنطقة، وأضاف أن الدورية من قوات النظام صادرت عددا من بسطات بيع الخضار وملابس البالة في بلدة صحنية وأجبرت أصحابها على دفع مبالغ مالية ككفالة على تخريب المظهر العام في البلدة. ارتفعت أسعار المواد والسلع الغذائية في أسواق دمشق بنسبة بلغت 35% بعد ارتفاع أسعار المحروقات. هذا وقالت إذاعة شام اف ام الموالية إن الارتفاع شمل مواد استهلاكية أساسية كالسكر والرز والمعكرونة واللبن والشاي، متسائلة عما إن كانت الحكومة تريد أن يتحول المواطنون لهياكل عظمية لتتأكد أنهم يعانون الفقر والحرمان على حد وصفها. رفع الأطباء أجرة المعاينة الطبية إلى أكثر من الضعف في مدينتي القامشلي والحسكة وسط ظروف معيشية واقتصادية صعبة تشهدها المنطقة. وقالت مصادر محلية في مدينة القامشلي لتلفزيون سوريا إن الأطباء رفعوا سعر المعاينة لتصل إلى نحو 30,000 بعد أن كانت لا تتجاوز 10,000 ليرة سورية. كما أشارت إلى أن ثمن المعاينات يختلف من طبيب لآخر، كما تختلف أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى بسبب غياب الرقابة عن القطاع الطبي.
رفعت محافظة حمص تعرفة نقل الركاب للخطوط الداخلية بنسبة 100% وللخطوط الخارجية بنسبة 25%. وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص عمار داغستاني لموقع أثر بريس المواري إن أسباب رفع التعرفة هي دراسة تكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار وارتفاع سعر المازوت بما يضمن استمرار عمل السرافيس على خطوطها. كما أشار الموقع إلى أنه على الرغم من رفع التعرفة لا تزال المدينة تشهد غيابا للسرافيس وزيادة في الازدحام. ختام نشرة أحوال لحلقة اليوم. أما الآن فإلى ملفات الليلة، ونبدأها بالاجتماع التأسيسي الأول للجنة مكافحة المخدرات في الشمال السوري.